اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء قرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنبي الإجابة. تلهمني رصدي وترزقني علم اليقين ووافقني لحسن العبادة. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وذلتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود في الإجابة. وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا في الإجابة. وبالمصطفى الرسول تفرح لي صدري تيسر لي عمري وتغشيف قربتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا في الإجابة. وبالأنبياء تحققوا بتقوى وعذراك غايتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود تنادي الإجابة. وذريتي وشيعتي وعشيرتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا في الإجابة. وتصريف عني كل شر
في حقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وفي الأولياء جود لنا في الإجابة بفضلك باشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان ونستجيب إلهي مناجاتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا في الإجابة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.